مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، تهانينا تهانينا والناموس لنايع بالخلفان بالسالم بالشاوي الغلي، تهانينا على هذا الفوز والانتصار. هذه هي الواعيه، جوله الاوامر النهائيه. يلا يا بالشاوي، ال 200 متر الاخيره بدون اي اوامر، بدون اي اوامر، بدون اي اوامر على المركز الاول. سلام 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 في ليل المعلى، سلام سلام الى ميدان اللبسه. الشوط الاول هنا يبقى في اللبسه. سلام الى احمد الخلوان بالشاوي الغلي على هذا الفوز. هذه هي السيارة السابعة التي تضيفها الواعية بالفعل. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت في أوبرا حمد بن سالم سليم اللي اكتب المركز الثالث، وصول من اللبسة العلي بخلفان بشاوي الخلي. المركز الرابع كانت تملولة سيب بن نايع بن سالم أيضا الخلي. المركز الخامس، المركز الخامس اللي وصلت هنا مشاهدينا الأعزاء، والابداعات والمهارات والسرعة الفائقة. حرك اللي بتحرك، روح يا اللي بتروح. الله الله الله، بسم الله ما شاء الله. غنايم مع الصدارة، غنايم مع المركز الأول. الواعية وغنايم، أول أشواط هذا الصباح لأنجال بالشاوي، عيسى بالغلبان بالشاوي، الغفلي الغفلي للمرة الثانية على التوالي. سلام فليم على السلام، والسلام يتجه إلى مالك غنايم، عيسى بن غلبان بالشاوي الغفوري، والى احمد بن غلبان بالشاوي، والى انجال بالشاوي. كفه يستاهلون مالك هذا الشعار، اختلاص الناموس والانتصار، والسياره الثانيه على التوالي مع هذا الشعار ممثل اللمس الدائم. تهانينا تهانينا والناموس والانتصار لمالك غنايم، عيسى بن غلبان بالشاوي الغفوري على فوز المركز الاول واختلاص ناموس التحدي. المركز الثاني كان وصول سلوده محمد بن حمد رسيل الشامسي، اما المركز الثالث كان وصول نجده سلطان بن سيف بن مبارك الاكتبي. وصلك الوقت في اللحظات الجميلة والمميزة، دخلنا لوحة الأعلام، دخلنا لوحة الأعلام، أعلام دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه الصور الجميلة لأصحاب السمو الشيوخ. الله يا حملول، وصلك الورس يا حملول. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة لمحمد بن عوض بن مصبح الاكتبي، لحظات الناموس والمنصة، ولكن القادم خطير في هذه اللحظات، القادم خطير. من اللي هو كفو لمحمد بن عبيد بن خليفة الطليجي ومن الجانب الثاني اللي تسلل من الجانب الثاني، هناك اللي هو حملول سيف بن خليفة بن قميص الغويص، خذ المركز الأول في اللحظات الأخيرة. المركز الثاني كفو لمحمد بن عبيد بن خليفة الطليجي. المركز الثالث اللي في المركز الثالث كان مصيب حملول محلي بن عوض بن حمد خاصون يكتب. ولكن من اللي قادم، يا سلام يا سلام يا سلام، وصول وتقدم على المركز الثاني. يلا يا علي بن راشد بن مبارك بن سرود بن سرود المنصوري، الامور في خطر، الامور في خطر، الامور اشتعلت مشاهدينا، مشتعلت هنا ايضا نار على قمه علم هناك ايضا، ما بين البدايه، ما بين البدايه وما بين المركز الثاني. رهام رهام رهام، ولا هملول 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 ولا رهام. الله الله، علي بن راشد بن مبارك بن سرود المنصوري، والسلامات 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 في هذا الشوط. سلام يا الراشدية، سلام يا الراشدية، سلام بن سرود سلام. المركز الثاني هملول، حارب بن محمد بن حمد بالصوب الاكتبي. المركز الثالث ايضا قنقال حمد بن سالم سعيد بن حلوكة، واللي لمن
لمن الناموس لمن السيارة. شوطنا الأول المفتوح، أين تتجه السلامات؟ 400 متر أخيرة الحذرة، ويا سلام الله على الحذرة، الحذرة الحذرة حشيمة، ياهي يا سامي، ياهي حول، ياهي هنا هنا مشاهدينا الكرام. الوسمية عادي الوسمي، والكل يتمنى الوسمي، ولكن الحذرة الحذرة متحذرة بكل الحذر، بكل مشاهدينا الكرام الانتصار. نقول الغربية أو هناك أو هناك الوسمية، الوسمية والحذرة، الحذرة الحذرة الوسمية، الوسمية الحذرة حشيمة، ولكن الحذرة حذار يا الحذرة، سلام يا الحذرة، سلام الغربي، سلام سلام لعصار الغربي. مشكور يا الأسطورة حمود بن محمد الوهيبي، سق الله دارك واسعد الله صباحك يا أبو محمد على هذا الفوز، وسلام الغربية سلام. المركز الثاني الوسمية لسعيد بن محمد بن سعيد العرياني، المركز الثالث أتت حشيمة سعيد بن محمد بن دري المنصوري. بهذا الشوط راحت، راحت بوزن، بفن، بذوق، بالتماس، بتحدي. الله الله الله، النود روحت، هنوا هنوا هنوا. عبد الله بن مسعود العجمي هو من يقود، هو من يقود الجميع، هو من يتحدى الجميع، هو من يفارق الجميع. وبدت المنصة الرئيسية وأعلام الدولة تستقبل النود، تستقبل النود، استقبل النود بدهن العود، استقبل النود بكل العود. يا سلام يا سلام، عبد الله بن مسعود العجمي، عبد الله بن مسعود العجمي هو صاحب الناموس، هو صاحب السيارة، هو صاحب الانتصار. سلام سلام لعبد الله بن مسعود العجمي، انهني على فوز النود بالمركز الأول. المركز الثاني ذهيبة لأحمد بن سيف السالمين المنصوري، المركز الثالث وصلت ثاني، ولكن أرد دخول، أرد دخول. يا سلام يا سلام يا سلام، بدأت التحديات، بدأت الإثارة مع الزمول. شاهين صالح بن حمد بن قمرة ومارب هناك القادم لما أحد ناصر بن محفوظ بخميس لنابي، والوصول هنا وصل، وصل ذيب، وصل ذيب، وصل ذيب، بدأ 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 ذيب. عبد الله بن عوض هنا بهذا الانطلاق الجميل الجميل، ولكن يماش 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 في اللحظات الأخيرة، يماش القادم شاهين، يماش. الله لمن الفوز لمن الناموس، ولكن شاهين 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 الأقرب. سلام للدوحة، سلام سلام على هذا الفوز المميز الجميل. تهانينا لصالح بن حمد بن قمرة هالنابة المري، يماش في المركز الثاني لحمد بن سالم محمد بن هيان العامري، وفي المركز الثالث مارب من وصله، مارب بن سعيد محفوظ بخميس أو ناصر محفوظ بخميس لنبي. يا سلام، سلامي عليك، سلامي عليك يا ابو ناصر. الم ترى محفوظ بن خميس الينيبي رهيفان على المركز الثاني، خميس بن محمد بن كران المهيري، وهناك هناك ايضا الواصل الباز تركي بن سعيد بن تركي البحيه المري. يا سلام، الخطوره وين؟ الناموس وين؟ ثلاثيه ثلاثيه، البحيه بن كران محفوظ بن خميس الينيبي، ولكن البحيه البحيه الى الشحانيه الى الشحانيه. هذا السلام، هذا التحية، هذه السيارة تتجه إلى أيضا ميدان التحدي، ميدان الشحانية. سلام الدوحة، سلام ماخذ سيارة أيضا في سباق الأمير الوالد، ويضيف السيارة الثانية. تهانينا والناموس لمالك الباز تركي بن سعيد بن تركي البحيح المري رهيفان مع المركز الثاني، خميس بن محمد بن كراز المهيري ألم ترى على المركز الثالث محفوظ بخميس الينيبي.
مصيحه مصيحه 400 متر اخيره قادمه هنا مع خط النهايه. تبي الفوز، تبي هالي زاخر، تبي هالي العين، تبي الناموس والانتصار، انت هدي ناصر بن حمد بن سهيل الخيلي. يا سلام بن عويضه بالفعل من يقدم لنا هذا الانتصار والفوز. سلام زاخر، سلام سلام صبر، سلام سلام لسعادة حمد بن سهيل بن عويضة الأخيلي الداعم الرسمي لهذا الشعار. ولكن الطنيقي الشاهينية 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 مصيحة الشاهينية 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 الشاهينية. التهني لك يا الطنيقي على هذا الفوز والانتصار. سعود بن عبيد بن حامد الطنيقي من قدم لنا الشاهينية مع الأمتار الأخيرة مصيحة مع المركز الثاني. تعود الملكية لناصر بن حمد بن سهيل الأخير المركز الثالث. كان من نصيب قلمودة عابد بن عيسى بن مطر الفلاحي. السهم عبد الله بن جعفر بن مرخان الاكتبي ينطلق مع السهم على البدايه الاولى على صداره هذا الشوط في هذه اللحظات في هذا المسار. الله 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 الله. هناك ايضا سلام 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 دانت الدنيا دبي، سلام دانت الدنيا دبي، سلام بن مرخان سلام. مشكور يا ايضا سعود بن علي الحبسي، مشكور يا الحبسي. ولكن وصلوك يا ابو علي، وصلوك يا ابو علي. سلام 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 بن مرخان سلام، سلام دبي سلام. هناك ايضا على البدايه هذا هو السهم على البدايه الاولى. مشكور هناك ايضا سعود بن علي الحبسي من يتواجد في عمليه التدريب والتضمير والعنايه المستمره. المركز الثاني وصول ايضا اعزائي المشاهدين من طيش احمد بن سعيد بن احمد بن سيف الرميثي. دمعه مع المركز الاول، دمعه مع القياده، ولكن بن دري بن دري بن دري من الجانب الاخر. ومع هذا الحضور الرائع بن دري اللي حاضر مع الشاهينيه مبارك بن صغير بن علي بن دري المنصوري هناك مع الانطلاق. اهالي الختم اللي حاضرين مع هذا الاندفاع الرائع وختم على الشوط ووقع على الشوط من خلال هذا الحضور الرائع والمميز. المركز الأول هناك الانطلاقة، الجانب الآخر روعة روعة، ولا زالت الشاهينية مع صدارة هذا الشوط. ولكن خلاص تهانينا والناموس لمبارك بن الصغير بن علي بن دري المنصوري على فوز الشاهينية بهذا الشوط وانطلاقة رائعة. ومشكور يا أبو علي على هذا التقديم الرائع. المركز الثاني محمد بن مسلم بن سالم بن هيا العامري. المركز الثالث صدارة هذا الشوط منصورة منصورة هنا المنطلقة بهذا الأداء لمحمد بن ناصر محمد الجفاني النعيمي. ولكن الله هنا شعار بن حمدة، شعار بن حمدة مع سلطة محمد بن ناصر بن محمد الشنجل ووسام وسام 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 حمد بن شامس بن معتوق العامري. الله اللحظات الأخيرة. ولكن أرى 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 براقة 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 تبرق تبرق حمد بن سيف بن محمد بن نايف العامري. الله اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة. ولكن هنا الصدارة مع إذن هنا منصورة محمد بن ناصر محمد الجفاني النعيم المركز الثاني براقة حمد بن سيف بن محمد بن نايف العامري من وصلت على المركز الثاني. وفي المركز الثالث مشاهدينا الكرام كانت سلطة محمد بن ناصر محمد بن شنجل المري. العربات يلا التحدي منفر بدون منافس وبدون منازع اصدر التعليمات. بسم الله ما شاء الله الثمانية كيلومترات الرحلة الماراثونية يأتي بها ابو خرائط العامري مع هذا الاندفاع الجميل. شاهين يا شاهين كارب هذا السوق متواصل من رحل شاهين وعياله. هذه فعايل شاهين مشاهدينا متابعين الاعزاء. شعب شعب
سلام الحير سيار قد مرنق الحير قد مرنق ابو خرايط العامري العامري عماري العامري تهانينا تهانينا والناموس والانتصار لمالك شاهين محمد الحماد ابو خرايط العامري لا وصول خط النهايه مع الفوز والناموس والانتصار واقتناص السياره بهذا الاداء الجميل والعرض المميز. المركز الثاني ظبيان عبيد نفعيل بن طحميمه العامري. اما المركز الثالث لخيالي هنا غادرنا عرقوب بن علوه يا بالويع غادرنا العرقوب الله 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 السلام والتحديات والإثارة مشاهدينا الكرام. لفان والذيب وعاد الرامي ولكن لفان والذيب ولفان واللحظات الأخيرة لمن الفوز لمن الناموس السلام هنا لفان على الصدارة على المقدمة على المركز الأول لأحمد بن ناصر بن أوني الهاشمي هو من أعلن الفوز أعلن الناموس. تهانينا وناموس على هذا الأداء المميز الجميل ولحظة وصوله والسلام لأهالي السلطنة الذيب. في المركز الثاني هنا لمنصور بن محمد بن لويع لخيالي والرامي لسالم بن إبراهيم سالم الكور المزروعي على المركز الثالث انطلاق الراية بام روشد مع المركز الاول سودة ايضا واصلة وابن خموشة قادم. روح يا بام روشد روح يا بام روشد خل عينك قدام دخيلك لا طالع ورا خل عينك مع القمة خل عينك مع السير الراية بصدارة الشوط. سلامي لهذا الشعار الكبير وهذا الشعار المثير وهذا الشعار الخطير. سلامي لمتعب المضمرين تهانينا والناموس وسلام لدانة الدنيا دبي. سلامنا لأهالي زعبيل تهانينا والناموس لحميد بن سعيد بن محمد بن مروشد على فوز هملولة كعوايدها بالمركز الأول. المركز الثاني سعيد بن مظفر بن محمد بن خموشة العامري. المركز الثالث لخالد بن حمد وصالح قمرة النابت. المري ولكن الظفرة مسيطرة على زمام الشوط. خلاص شوط الختام إلى الغربية سلام مدينة زايد سلام الغربية سلام. أشكرك يا الغوشري خميس الغوشري من قاد الظفرة إلى بر الناموس في شوط الختام هي الظفرة على القيادة. تهانينا والناموس محمد وخلفان بن محمد الهاملي مشكور يا خميس يا الغوشري مشكور على هذه القيادة والتهنية موصولة للداعم هذا الشعار عابر بخلفان الهاملي لا ننساه. سلامي عليك يا عابر اللي عبرت مع الظفرة إلى الغربية هذا الناموس. تهانينا والناموس. المركز الثاني مزنا محمد بن شافي بن سالم الشافي. المركز الثالث المركز الثالث شام خراشد بن سلطان مغالب المنصوري